ومرحبا جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بتمنى يا رب الجميع بصحه وسعاده. اليوم رجعت لكم بفيديو كتير رح تحبوه، نصايح للمتزوجات. بتوقع انه رح تفيدكم جدا، وكمان للرجال رح تستفيد جدا من هذا الفلوج لانه بيصب بمصلحته. ولكن قبل ما نبلش هذا الفيديو، بتمنى اذا كنتوا اول مره بتشوفوني على هاي القناه انكم تشتركوا بهاي القناه بالضغط على الزر الاحمر سبسكرايب، وكمان ما تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء بينزل على قناتي. الموضوع لهذا الفيديو هو 10 نصائح لازم تلتزم فيها الست المتزوجه لحتى تضمن انه زوجها ما يتركها او حتى يمل منها. بهذا الفيديو شغلات لازم تتجنبها الست المتزوجة لحتى تضمن علاقة حلوة مع زوجها. أول شيء وأهم شيء الثقة بالنفس. الثقة بالنفس ما بحكي الغرور، ولكن على طول خلي عندك ثقة بنفسك وخصوصا أمام زوجك. يعني كنت طويلة، كنت قصيرة، كنت سمينة، كنت رفيعة، كنت حلوة، كنت بشعة، خليكي بنظر نفسك فعليا وحقيقة مش مجرد حكي. خليكي مقتنعة انك بكل حالاتك حلوة، لانه بمجرد هاي الكلمات ما تأثر فيكي معناته انه انت ثقتك بنفسك جدا قليلة، وهالشي بخلي زوجك عنده قناعة انه هالحكي مزبوط وان انت ما عم تقدر تدافع عن حالك لانه هاي حقيقة. مثلا حد حكالك ان سمينة، عادي برري هذا الموضوع واحكي انا مبسوطة وسعيدة ومشان هيك مرتاح بالي ومقلبزة. حد حكالك بشعة، احكي له ما بيهمني رأيك، انا بنظر حالي ست الحلوين. حتى كمان الضعف صرنا بهذا الزمن الناس بتعيبه، فلو حد حكالك انت ضعيفة بشكل مفرط فيه فخلي ردك حلو واحكي انا سنبتي، هو هذا الجسم المثالي. والشغلة الثانية اللي كتير مهمة، استري على عيوبك، خلي عيوبك مع نفسك واظهري جمالك بس وخصوصا مع زوجك. لا تسمحي لزوجك انه يستغل عيوبك ويضل يحسسك بالنقص، لانه فعليا في ازواج عندهم هذا الطبع. فيا ستات نحاول نبعد تماما انه نذكر عيوبنا امام زوجنا. يعني انا بحس انه عندي عين اوسع من عين انفي، ما بعرف في اعوجاج، شفافي مو مزبوطين، بحس انه رجلي اطول من رجل. احيانا نحن ستات بنفوت التفاصيل فعليا مش موجوده فينا، ولكن لانه نحن ستات بنحب التفاصيل فاحيانا بنلاحظ بحالنا شغلات مش مزبوطه. مثلا ما تحكي له والله بحس انه شويه انه انا عندي زهايمر، او مثلا طالع لي كثير بوجهي حبوب، او الحبه هاي كثير مخربه منظري، او 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 وغيره من هاي العيوب. خليكي على طول بنظره ست الستات. والشغلة الثالثة اللي معروفين فيها كل ستات العالم وهي النكد، حاولي قدر المستطاع تبعدي عن النكد. خليكي عطول بنظر الست الفرفوشة الدلوعة وعطول مزاجك حلو، ما في شي بيعكر مزاجك. اوعي 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 يشوف منك شي يخليه ينفر منك. وحتى لو عندك عادة سيئة عندك حلين، يا بتستريها عنه او بتحاول تتخلصي منها وهذا الافضل. ورابع شيء واحلى شيء باي علاقه بين اثنين متزوجين هو انه تحاولي تكوني بعلاقتك مع زوجك بتلعبي فيها كل الادوار. يعني مره تكوني مرته، حبيبته، زوجته، امه، اخته، بنته. هذا الشيء كفيل يكسر الروتين بينكم. هالشيء رح يخلي زوجك على طول مشتاق انه يرجع على البيت او انه يقعد معك. يعني بدل ما يحتاج لامه لحتى يشكي لها او حتى يوضح لها شيء او حتى صديق وغيره، خليه يشوف فيكي الام اللي تتحمل شكواه. لو محتاج صديق حتى يلعب معه مثلا ورق، او حتى يطلعوا يحضروا ماتش فوتبول وهيك، ليه ما تكوني انت محل هذا الصديق وخليكي على هاي الشخصيه. ونيجي للنقطه الخامسه، هاي النقطه جدا حلوه، حاولي عطول تكسري الروتين بحياتكم الزوجية أو حتى لو كان على حساب شخصيتك الأصلية. فلنفرض شخصية معينة، إنسانة كسولة ما بتصحى بكير أو العكس، شوفي زوجك كيف بيعمل وحاولي تكسري الروتين وتصيري مثله. فلنفرض أنه أنتو كل يوم بتفطروا مع بعض بالمطبخ أو مع الأطفال، اكسري الروتين وخلي الفطور بغرفة النوم، اكسري الروتين واحكي له يلا نطلع نفطر برا. كمان لو كان زوجك بيحب مثلا شخصية معينة فيكي، شعر كذا، لون كذا، او عطول شافك بهاي الالوان وبهاي الشخصية، حاولي شي يوم تفاجئيه وتكسري هاي الصورة بباله وتغيري كل شي، هيفرق كتير.
وعلى هذا النظام نحاول شوي شوي نغير بروتين حياتنا. ونيجي للنقطة السادسة، شاركيه اهتماماته وحتى لو كانت بعيدة تماما عن اهتماماتك. خليني احكي لكم من تجربتي الشخصية. اول ما اجت على النمسا كنت بدرس طب، وبلشت اول سنة ونص وبعدين ما قدرت كمل بسبب مشاغل البيت والحياة الزوجية، وخصوصا انه صار حملي بميرة بفترة بسيطة. فاول شي فكرت فيه حتى اكسب زوجي، لانه لاحظت انه شوي شوي عم يصير بيننا فتور وقت اللي يحكي هو عن الكمبيوتر، وخصوصا ان انا ما عندي اي خبرة فيه وما عندي اهتمام. فحكيت ليه ما ادرس بالجامعة كمبيوتر وحاول شاركه هذا الاهتمام لحتى يصير عندي خلفية عن المواضيع اللي بيحكي فيها، واخد واعطي معه. فمشان حافظ على علاقة حلوة بيني وبينه عطول فكرت يا بدرس كمبيوتر او بشكل بسيط انه فوت على الانترنت وشوي شوي اتثقف بعالم الكمبيوتر. وفعلا هذا اللي صار، ورحت درست هندسة كمبيوتر وصرت بيجي وبحكي له انا مو فاهمة النقطة هاي اشرح لي اياها، وصار كتير ينبسط وقت اللي يحس ان انا بحاجته ويشرح لي، وانا كمان كنت كتير بنبسط بهذا الشيء. كمان مثال تاني، لو زوجك من الناس المشجعين لكرة القدم وعنده فريق معين كتير بيحبه، فمثلا اذا كنتي انتي مو من المهتمين بكرة القدم، معلش دوسي على حالك شوي وفوتي بهذا العالم، وبلشي بتاخدي مثلا الفريق اللي ضده او الفريق نفسه لحتى تشاركيه هذا الاهتمام. ونيجي هلقيت للنقطة اللي بعدها، لا تبرري تقصيرك مع زوجك او علاقتك فيه بامور بتخص البيت الاولاد. الزوج ما بيفهم هاي المبررات، وعطول بده يكون هو بحياتك رقم واحد، وهذا صح باي علاقة صحية بين اثنين زوجين. حاولي عطول ترضي زوجك بالاول ومن بعدها بيجي البيت والاطفال. يعني مثلا انبعد عن الشكوى عطول انه ليه ما عملتي هيك، اصله الاولاد غلبوني، ليه ما سويتي هيك، اصله كان عندي كتير شغل بالبيت. بعدي تماما عن هاي المبررات لانه ما رح يستوعبها. شو ما كنتي مشغولة خلال نهارك لا تنسي زوجك، مسج بسيط ما رح ياخد منك غير ثواني. وهلقيت صرنا بعالم كتير سهل نتواصل مع اي انسان، يعني مسج بسيط بالواتساب يوصل في ثواني وبيرد عليك، وهيك رح يحس انه انت عطول بتفكري فيه، وهالشي رح يفرق معه كتير كتير. النقطة اللي بعدها، وخليني احكي لكم انه هاي النقطة بتفرق في حياتكم كاتنين متزوجين كتير، لا تحاولي تحكي عن اهله او اصحابه او شغله او اي هواية هو بيحبها بالعاطل. ما في اي بني ادم في خير بيسمح لزوجته انه تعيب بهدول الناس بحياته. بعدي عن هذا الموضوع لانه رح ينفر زوجك منك. وقت زوجك يطلع من البيت لحتى يروح على اهله او حتى اصحابه او حتى شغله، وقت اللي انت تحكي عنهم بشكل منيح على طول لما يكون بيحكي معهم رح يتذكرك انت، وبعد هيك رح يحس انه اشتاق لك ورح يرجع على البيت. ولكن الست اللي على طول بتعيب باهل زوجها او حتى باصحابه او حتى بشغله او عطول بتتذمر من هاي المواضيع، زوجها ما رح يحب يرجع على البيت. فوجوده مع هدول الناس رح يخلي فيه فرصة انه يفكر فيكي ويشتاق لك، ولكن الزوج اللي عطول موجود مع مرته ابدا ما بحس بهاي الامور، لانه شوي شوي شو ما كانت منيحه رح يحس بالملل. وهلا وصلنا لنقطه جدا جدا مهمه لكل ست، ولازم تصحصح منيح وقت تسمع هاي الجمله. سر جدا كبير بعلاقه حلوه مع زوجك انه لا تذكري محاسن اي ست في حياتك امام زوجك شو ما كانت، شخصيه خياليه، شخصيه من حياتكم، شخصيه من التلفزيون، ابدا. يعني بعد يا ستات في جلساتنا مع زوجنا ونحكي والله جارتي كذا ما شاء الله عليها، طولها، شعرها، ايديها، رجليها، عملت، سوت. وخصوصا احنا بمجتمعاتنا العربية اول ما نرجع مثلا من جمعة ستات او مناسبة عطول منكون مثلا بدنا نشارك حد شو شفنا او ان احنا مبسوطين، فبتروح عطول مثل مثل العبيطة بتحكي لزوجها والله مش عارف مين فلانة كانت لابسة كذا وفستانها كذا ومش بلا هاي التفاصيل، لانه رح تفتح عيون زوجك على شغلات مو لازم يشوفها غير هيك الحرام اللي انت بترتكبيه. ونيجي لاخر اخر نصيحة، اتزعلتي مع زوجك او زوجك عمل لك شي كتير حلو، او صار مشكلة في بيتك في يوم ما، اسرار بيتك، اسرار زوجك، اسرار اولادك، اسرار شغل زوجك، اسرار بتخص حياتك، نحاول قدر الامكان نبعدها عن الناس حتى مشاكلكم تبعديها عن اي طرف من عيلتكم شو ما كانت علاقته فيكم.
يعني عندك مشكلة مع زوجك حتى امك ما تحكي لها، لانه انت وقت اللي تحكي لها انت هيك عم تخلي امك تاخد فكرة مو حلوة عن زوجك، وشوي شوي رح تزعل منه، ولكن فعليا انتو ممكن بعد فترة تتصالحوا وتصيروا مناح، ولكن هاي الصورة رح تضلها عالقة بذهن امك. ما في داعي وقت تصير مشكلة مع زوجك او مع اولادك او ببيتك او مع اهلك انه تنشريها للعلن، لانه هم ما رح ينسوها ولكن انت رح تنسيها. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى هاي النصايح ما حد فينا كستات ينساها، وبتمنى يا رب ربي يسعد الجميع، وربي يسعد كل متابعين الحلوين وكل مين شاف هذا الفيديو. وهلقيت بما انه وصلنا للنهاية صار لازم احكي لكم، اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تضغطوا لي لايك، واذا كنتوا لهلا مو مشتركين بالقناة بتمنى تكبروا عائلتنا اكتر واكتر وتشتركوا بالقناة. وهلا صار لازم احكي لكم باي باي، واستنوني بفيديو جديد. باي باي.